دشن الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بحضرموت فعاليات اليوم العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الشحر تحت شعار نكون أقوى بتكاتفنا. تفاصيل أكثر مع الزميل محسن بالبحيث. تحت شعار نكون أقوى بتكاتفنا، وفي رسالة تحمل في طياتها معاني الإنسانية، انطلقت في مديرية الشحر فعاليات اليوم العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة التي نظمها الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين بمحافظة حضرموت برعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارق سالمين البحسني، ودعم وتمويل من وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش، حيث ستستمر حتى 12 من الشهر الجاري. الاحتفال هذا عبارة عن تقليد سنوي تحظى طبعا مديرية الشحر بنصيب الأكبر من الاحتفالات في هذه المناسبة. طبعا الهدف من هذه الفعالية هو توعية المجتمع وتثقيفه باحتياجات ذوي الإعاقة والاحتياجاتهم، وإيصال رسالة للمجتمع لاهتمام بهذه الشريحة ودمجها في المجتمع من ناحية التوظيف أو عمالة أو الرعاية الصحية. ونحن ندشن احتفالاتنا باليوم العالمي والعربي للمعاقين في مدينة الشحر في سعاد الزبينة، سعاد أم اليتامى في مديرية الشحر طبعا، وفي هذه العجالة يعني تغمرنا البهجة والفرحة بمعية زملائي وأعضاء اللجنة العليا للاحتفالات. الفعاليات سيتخللها وعلى مدى أسبوع كامل مسابقات ثقافية وأنشطة رياضية واحتفالات فنية وكرنفالية، إضافة إلى بازار في مدينة الشحر وآخر في المكلا، لتختتم الفعاليات بحفل تكريمي وبحضور رسمي وشعبي في 12 من يناير الجاري. فأخذت منا وقت بالنسبة للتحضير، وهي أول فعالية تعتبر على مستوى ساحل حضرموت أن تجمع جمعيات ذوي الإعاقة على مستوى الساحل. يجب أن يحظى ذوي الهمم باهتمام ودعم كبيرين من الجهات ذات العلاقة في الدولة من خلال توفير الموازنات التشغيلية للمراكز والجمعيات التي تهتم بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، إلى جانب امتيازات في التعليم والصحة وكافة مناحي الحياة الأخرى. من مديرية الشحر، محسن بلبحيث، قناة المكلا.